وقت احزانك ما هو قالك عيدك علشان يرتاح بالك واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد وقت احزانك ما هو قالك عيدك علشان يرتاح بالك واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد والبسمة خليها تلالي وتسامح لو عندك غالي ما هو عيدك فرصة ولياليها أجمل مواعي كفاية لم وكفاية جراح خلينا نعيش أجمل الأفراح لما نسامح بعضها نرتاح ونعيش العيد ودع أحزانك معي مفيش وزعلنا مفيش رغم جرحنا هنضحك ونعيش ونعيد أحبابنا معانا أهلاً بالعيد ودع أحزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح بالك واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد ودع أحزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح عيدك فرصة ولياليها أجمل مواعيد يا ليلي يا 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 ليلي 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 يا صدق وعده ونصر عقبه وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا التي تعبث بالأرواح والأنفس إلا أننا نعيد ونفرح. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير، كل عام والجرحى بخير يا رب. تقبل الله شهداءنا، الله يحفظ الجرحى ويشفي الجرحى، الله يعيدهم بعيد. يلا نشوف منك أنشودة حلوة، لأنك يعني شكلك حلوة. يلا يلا، ايش من الشهداء؟ عن شهداء ولا عن العيد؟ راحوا رحال راحوا رحال وفي رجعته مال يمان الحزن في وجهك تمام رفرف على كل المهن. خلاص رن. عيدك مبارك. سنة كل سنة وانت طيبة. كيف العيد معك؟ الحمد لله. تحب العيد؟ حابة معك انشودة حبيبي؟ طيب. كيف قولي لي طيبة؟ من العايدين وإن شاء الله تبقوا من السالمين. برافو عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عيدك مبارك. كل عام أنت بخير صحة وعافية إن شاء الله.
ولكن تعيد. أولا نقول تهانينا لكل أبناء تعز الأبية الصامدة، ورسالتي لهذا الحج أننا سنواصل إن شاء الله المشوار في استكمال تحرير تعز وفي ترسيخ الأمن وتطهير تعز من كل إرهابي، ونطبع الحياة ونستعيد إن شاء الله مؤسسات الدولة. ما هي رسالتك لرئيسنا؟ إبن رسالتنا لرئيس فخامة المشير عبد الرب منصور على أن يظل على وعده، على وعده لنا إن شاء الله في استكمال التحرير ودعم تعز إن شاء الله. مبارك. كل عام وأنتم بخير. يأتي هذا العيد ونحن في فرح وسرور بما تحقق من انتصارات على جميع الجبهات، وكذلك بما تحقق من أمن واستقرار في مدينة تعز. أسأل من الله عز وجل أن يتم هذا الأمن والاستقرار، وأن تقوم الحملة الأمنية بواجبها في تخليص هذه المدينة من العناصر الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون. واليوم نحن نحتفل بهذا العيد، عيد الأضحى المبارك، نهني جنودنا وأبطالنا ومقاومتنا الشعبية التي تحرس هذه المدينة، المقاومة والجيش الوطني القائم اليوم الذي هم على الثغور في الجبهات في المتارس. هؤلاء الرجال الذين يحمون تعز ويحمون اليمن، هؤلاء هم نواة الجيش الوطني القادم الذي جاء من أجل الشعب لا من أجل الحاكم. وفي هذه اللحظات كذلك نهني أسر شهدانا، شهداءنا الأبرار الذي ننعم بفضلهم بالأمن والاستقرار، شهداءنا الذين أوقفوا الزحف الحوثي الفارسي الذي جاء من الكهوف. هذا الزحف الذي في قريبا بإذن الله عز وجل سينتصر الشعب اليمني والجيش الوطني على هذه الفئة السلالية العنصرية الفارسية. وكذلك نهني جرحانا، وإن كنا لم نقم بواجبهم فنقول لهم بأننا معكم وسنبذل قصارى جهدنا، وإن رئيس الجمهورية والحكومة واجب عليهم القيام بواجبهم نحوكم في علاجكم في الداخل أو في الخارج. نهني الشعب اليمني ونهني الأخ الرئيس ونهني حكومتنا بهذا العيد الأضحى، ونقول لهم بأن تعز منتظر لدعمكم، منتظر للتحرير. يا فخامة الرئيس، لقد وعدت ونحن واثقون بأنك ستفي بوعدك نحو تحرير تعز. ونقول لإخواننا في التحالف العربي بأنه بعد 4 سنوات قد أصبح واجب عليكم لدعم تعز ولتحرير تعز. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ألا إن نصر الله قريب. وعيدكم مبارك. وعيدكم مبارك. شكرا. أعيادنا أفراحنا، مهما عبث العابثون، مهما فالعيد فرحة. الآن اليوم في هذا العيد نتلمس كالآن الناس ماذا تقول في هذا العيد. عيدك مبارك. كل سنة طيبين بالصحة والسلامة. كيف العيد معكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله. كيف العيد؟ والله العيد عيد الفرحة، عيد البهجة، عيد السرور، ومع الحرب والحصار مع ذلك سنعيد وسنفرح وسنعيش حياتنا بأفضل حال. عيدك مبارك أنت. كيف العيد معك يا عم؟ الحمد لله، الحمد لله، نحن بخير. كيف العيد معكم؟ نحن في حرب وحصار 4 سنوات. نحن بخير أبدا، ما ولا مسنا شيء أبدا، ولا جرى علينا أي تغيير. كل حاجة مرتاحين مستريحين شعبنا هذا. العيد، العيد كيف يا عم عندك؟ عيدك مبارك. من تحب تهني؟ من تحب تهني؟ أهني القائد عبد الرب منصور هادي. عيدك مبارك. علينا وعليه. كيف العيد معك؟ فرحة. عيدك مبارك. علينا وعليه إن شاء الله بالخير. كيف العيد معكم؟ الحمد لله بخير، صحة وعافية. احنا ابناء تعز 4 سنوات من حرب وحصار ودمار من ميليشيا الحوثي، ولكن دائما نفرح. ماذا تقول في هذا الموضوع؟ ان شاء الله ربي سينصر احنا على الميليشيات، وان شاء الله انه عبد ربه يهتم بتعز ويحاول ان يحررها باسرع وقت، لانها قد تحملت من الحصار ما يكفيها 4 سنوات حصار وقتل وتشريد،
ومطاردة، لكن نفرح إن شاء الله، سنفرح. عيدك مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. عيدك مبارك. كل عام أنتم بخير، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. كيف العيد معك؟ العيد الحمد لله، العيد بيكتمل، بتكتمل فرحة العيد، إنما الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يوجه بسرعة تحرير محافظة تعز من جراثيم الميليشيا الحوثية، كما أهني الشعب اليمني والقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، كما أهني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأمن الماسكين على الزناد الصامدون في معركة الشرف والبطولة، الصامدون في الصحاري والبراري والقفار، ونقول لهم لكم منا تحية إجلال وإكبار، ونقول لهم ونقبل الأرض من تحت أقدامهم، ومن نصر إلى نصر. أمين. مهيوب الخليدي، وعيدهم مبارك، وكل عام والجميع بخير، والشعب اليمني بخير، والأمة العربية والإسلامية. عندنا أفراحنا، والكل يقول كل عام وأنتم بخير، حتى في تعز وفي الحرب والحصار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. كيف العيد رغم ما نعاني من 4 سنوات من حرب وحصار في تعز؟ العيد يعني هي لحظة فرح في جو مليء بالأحزان، لكن أيضا هو مبشر على أن الأحوال لا تبقى ولا تدوم، وأن الأحوال يعني تتغير من العسر إلى اليسر، ومن الظلام إلى النور، ومن الشدة إلى الرخاء إن شاء الله. في هذا العيد من تحب أنك تهني؟ أهني هؤلاء المرابطين المصابرين يعني بعد 4 سنوات من التضحيات ومن القبض على الجمر، وما زالوا بهذه المعنوية، يعني هؤلاء في مقدمة هذا الشعب الصابر الأبي. أهني كل يمني في الداخل وفي الخارج عانى ويعاني يعني من هذه الأوضاع ومن تداعيات الثورات المضادة ومن التخلف الماحق، وهني كل المسلمين والعرب في كل مكان. وعيدك مبارك لعنتم. علينا عليكم خير إن شاء الله. هذا هو العيد وفرحته، تعز تفرح رغم حربها وحسارها. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عيدك مبارك. علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية للوطن جميعا إن شاء الله. نحن الآن في تعز نفرح، نلعب، نعيد، كل مظاهر الحياة والفرحة نقول نحن موجودين رغم الحرب والحزن. تكلم عن هذا. أكيد أكيد. نعم نعم أختي الكريمة، هكذا هي تعز، دائما يعني تصبغ ألوان الحياة، دائما تنطلق نحو الأفضل، دائما تتطلع من وسط الشتات إلى أن تكون شيء أجمل لهذا الوطن. هذه تعز، هذه رسالة أبناء تعز في هذا اليوم الجميل، في هذا العيد المبارك. هذه رسالة الزهرات، الأبناء، الشباب، الكبار، الصغار، النساء، الأطفال، تحمل رسالة اليمن الموحد، تحمل رسالة واحدة، وهي أن هذا العيد هو عيد نجمعنا جميعا إن شاء الله، وأن هذا العيد هو إن شاء الله تجاوز الأحزان ونظرة إلى القادم والأفضل إن شاء الله. من تحب تهني في هذا العيد؟ والله التهنئة طبعا أكيد للأهل، وخاصة الوالدة والأخوات والزوجة والأبناء، وهي يعني تهنئة عامة لكل أبطالنا المرابطين في الجبهات وللجرحى وللشهداء. هذا العيد هو عيدهم، إذ كانت تعز تصطبغ بألوان الحياة فهم صبغوها بدمائهم، وإن كانت يعني تعز الآن تنتعش بالحياة فهم قد ضحوا فيها بأرواحهم وأعطوها الحياة. أنت الآن بحكم أنك من أبناء تعز المرابطين 4 سنوات وحياة، فما هي رسالتك للحكومة ورئيسنا عبد ربه منصور هادي؟ الرسالة الأولى رئيسنا عبد ربه منصور هادي أن تعز كلها خلفك وتقف معك، ونحن وإياك يدا بيد يا رئيس الجمهورية، سر بنا إلى الطريق الصحيح، ونحن واثقون بأن رئيس الجمهورية سيمر بهذا الوطن إلى بر الأمان. فرسالة أبناء تعز بأننا معك واقفون صامدون في هذا الوطن الكريم، أنت زعيمنا وتحمل تطلعاتنا ونحن معك إن شاء الله. رسالة إلى أبناء تعز بالمواصلة والمثابرة والاستمرار على هذا النهج وعلى هذا الطريق حتى تحقق جميع الأهداف التي من أجلها ضحى الشهداء وقدموا أرواحهم. وعيدك مبارك. وعيدك مبارك إن شاء الله. شكرا. أعيادنا أفراحنا، هذا هو منطق أبناء تعز رغم حربهم وحصارهم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
عيدك مبارك. وعيدكم مبارك الجميع وجميع أبناء اليمن وأبناء الأمة الإسلامية في خير وسعادة وهناء. ماذا قرحت قريحة شاعرنا في هذا العيد؟ العيد يفجر ينابيع السعادة والهناء والسرور، وفي الساحات أعيادنا أجمل وأفضل. أبيات أهديتها لكثير من الأحباب بهذه المناسبة السعيدة، فقلت فيها قلت: هن يا عيد أحبائي وهنيني، وانثر الورد وعطر بالرياحين، هن من ذابوا ومن غابوا ومن آبوا، أو بنات الروض أطفال البساتين، هن أماتي وآبائي وخلاني، واملأ الأسماع شدوا من تلاحيني، واملأ الدنيا بشكر الله يا عيدي، وادع للراحل بالخلد وبالعين، ولمن أفرده الشوق انسكب صبرا، واروي من كأس الهنا نبض الشرايين، واغمر الأحباب في دنيا النقا طيبا، واجد في أنس اللقاء يا ليل يا عيني. يا عيني عيدك مبارك، كل عام بخير. الجميع عليكم إن شاء الله. شكرا لك. عاد يا أهل المحبة عيدنا اللي نحبه، عاد يا أهل المحبة عيدنا اللي نحبه، شاف الأرواح عذبة وانتو أهلا وناسا، وانتو أهلا وناسا، فرحة العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولك أنا، كل عام ولك أنا، متوي متوي بالوناسة، هذه فرحة من الله زنها النور والله، هذه فرحة من الله زنها النور والله، خلوا الهم يا الله ينتهي من أساسه، ينتهي من أساسه. العيد طابت والقلوب استطابت، كل عام ولك أنا، كل عام ولك أنا، مستوي مستوي بالوناسة، التهاني هدايا كل بسمة ثنايا، والتهاني هدايا كل بسمة ثنايا، مثل لمع ومرايا أيادنا دائما هي فرحتنا، ولكن هناك رجال أشداء موجودين حتى في العيد، لا ينامون، يسهرون من أجل راحة الناس، من أجل مستقبلهم. هنا في الشرطة العسكرية، في عمليات الشرطة العسكرية وفي العيد متواجدين على مستوى 24 ساعة من أجل
أمن المواطن والاهتمام به. الشرطة العسكرية صمّاموا أمان للمواطن حتى في أعيادهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير. عيدك مبارك. عيدنا جميعا والجميع بخير إن شاء الله. أنتم في العيد والآن إحنا في زحمة العيد وفرحة العيد، أنتم متواجدين من أجل سلامة مواطن محافظة تعز، تكلم عن هذا الموضوع. باسم آيات التهني والتبريكات نتقدم بالشكر والعرفان لأبناء الشرطة العسكرية ضباطا وأفرادا والذين سجلوا أروع صفحات النضال في تثبيت الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. إننا في هذا اليوم وباسم الشهداء الذين بذلوا دماءهم رخيصة من أجل الأمن والاستقرار، فإننا سنستمر في بذل المزيد والمزيد من أجل تثبيت الأمن في هذه المحافظة. نحن في الأعياد ولكننا نقول أعيادنا في جبهاتنا في أماكن تمركز مناطقنا الأمنية، منتشرين في تثبيت الأمن في الدوريات في كل قطاع. سنعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في هذه المحافظة وإعادة الأمن والاستقرار لكي المواطن ينعم بفرحة هذا العيد ويعيش في أمن واستقرار. نحن على مدى 4 سنوات في محافظة تعز تعيش حصار مجحف من ميليشيا الحوثي، تكلم عن هذا الموضوع. تعز عانت الكثير والكثير من قبل الميليشيات التي أرادت أن تنتقم من تعز، وأقولها عبر هذه الإذاعة أن العمل الإجرامي الذي استهدف تعز كان هو عمل انتقامي وحرب إبادة لأبناء تعز. لقد استخدمت أشياء خارج نطاق الحرب، منها زرع العبوات في المناطق الأهلة بالسكان وقتل المدنيين بشكل هستيري، حتى أنهم تمعنوا باستحضار عمل تفخيخات في المنازل ووضع عبوات لاصقة، وهذه تعد أعمال إرهابية خارج نطاق الحرب. عيدك مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. وشكرا لكم أنكم متواجدين من أجل أمن المواطن. شكرا لكم جميعا. دائما تثبت الشرطة العسكرية في محافظة تعز بأنها أمن للمواطن وخصوصا عند فرحتهم، فالعيد هو فرحة كل يمني، فما بالك اليمنيين في محافظة تعز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك. وعليكم إن شاء الله أجمعين على أمة محمد. ونشكر قناة عدن على زيارتها للشرطة العسكرية، ونهنئ أفراد الشرطة العسكرية وضباط وقيادة الشرطة العسكرية بحلول هذا العيد المبارك، ونشكر جميع القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وشكرا لكم جميعا. في العيد بعيدين عن أهلكم عن ذويكم، ماذا تحب أن تهنيهم في هذا العيد؟ والله أهنيهم بحلول العيد، وأنا تعز هي أهلي أصلا، مدينة تعز هي أهلي، والعمل هو أهم من كل شيء، وبالنسبة لتعز تمثل شيء كبير عندي بصراحة، فوق كل شيء تعز، نخدم ليل نهار. مستعدين على هذا لأجل الأمن والأمان للمواطن في تعز. الشرطة العسكرية في محافظة تعز تعمل على عاتقها استباب الأمن في محافظة تعز وخصوصا في الأعياد، لا نوم لا راحة، إنما أمن المواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيدكم مبارك، وأنتم بخير. وأنتم بألف خير إن شاء الله، والوطن جميعا وأمة الإسلام إن شاء الله بألف ألف خير إن شاء الله. أنتم في العيد رغم أنكم ما مش موجودين عند أهلكم ولا حاجة، أنتم موجودين من أجل أمن المواطن، تكلم عن هذا الموضوع. طبعا هو يهمنا بالأول والأخير أن نؤمن أهلنا في تعز الذين عانوا على مدى 4 سنوات من القصف والظلم والويلات الذي لاقي من هذا العدو الجاي من خارج المنطقة، لذلك نريد الأمن والأمان لأهلنا. طبعا من سيكون هو المواطن؟ المواطن هو أبي، أخي، أمي، أقربائي، لذلك واجب علينا أن نكون حماية لهم ولا نندم على هذا الشيء، نشعر بالفخر أننا حماية لهم. شكرا لك لأنك أنت موجود من أجل حماية من أجل تعز. ما هي رسالتك إلى القيادة السياسية في هذا العيد؟ أقول لهم عليهم أن ينتبهوا لتعز، وتعز محتاجة لهم بأشد الحاجة إليهم، لأننا نريد التحرير، نريد أن نكون منطقة مفتوحة للعالم، لا نريد أن نكون محاصرين من قبل هذه الميليشيات الطاغية الذي بغت علينا وتقصفنا ليل نهار
وتهلك الحرث والنسل في هذه البلاد. نريد من القيادة السياسية الاهتمام بكل من المجالات العسكرية والمجالات المدنية، لأن احنا نعاني كلا، احنا نفس، احنا انا المواطن وانا العسكري وانا الذي اخدم، لذلك تحصل المعاناة بكل المجالات. نريد من القيادة السياسية الاهتمام ترتيب الرواتب حتى الناس لا تضجر وتخرج لأي مكان، ترتيب الأمن للمنطقة، مساعدتهم، مساهمتهم بالأدوات العسكرية التي تقبل للتحرير. لا نريد أشياء وهمية، نريد تحرير للبلاد. عيدكم مبارك وكل عام بخير. وأنتم بألف خير إن شاء الله. ما زلنا في حنايا الشرطة العسكرية التي تبذل جهدا من أجل استتباب الأمن والمواطن. نحن اليوم في عيد الأضحى المبارك بين حنايا الشرطة العسكرية التي ما زالت موجودة حتى في الأعياد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير، الشعب اليمني كله بخير إن شاء الله. ألاحظ أنه في انتشار أمني رفيع المستوى من الشرطة العسكرية في محافظة تعز وخصوصا في هذه الأيام المباركة. أولا كل عام وأنتم بخير، ونستغل هذه المناسبة وهذا المنبر العملاق قناة عدن ممثل بطاقمها والأستاذ نعيم خالد على وجه الخصوص. ثانيا نقول كل عام وأنتم بخير والشعب اليمني إن شاء الله بخير، كما نستغل هذه المناسبة وننقل أجمل آيات التهاني والتبريكات إلى كل القيادة السياسية والعسكرية في تعز، والقيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة برئيس الدولة الرئيس الشرعي فخامة الأخ المشير عبد الرب منصور هادي قائد القوات المسلحة ونائبه المغوار علي محسن الأحمر، وكل القيادة السياسية ورئاسة هيئة الأركان العامة وكل القيادة العسكرية العليا. ثانيا نرحب بكم أجمل ترحيب في مؤسسة المؤسسة العسكرية الشرطة العسكرية. فيما يخص الانتشار الأمني للشرطة العسكرية، عملت الشرطة العسكرية جاهدة بكل جهد على تأمين المواطن وخلال الأيام القادمة، ولدينا خطة أمنية متكاملة في خلال فترة إجازة العيد. الشرطة العسكرية تبذل جهود جبارة لحفظ أمن وأمن وسلامة المواطن، كذلك أيضا تعمل على حفظ مؤسسات الدولة في المناطق المحررة. الشرطة العسكرية لديها العديد من النقاط الأمنية والعسكرية يتجلى أهمها نقطة الضباب في المدخل الغربي لمدينة تعز على خط الضباب عدن، كذلك أيضا نقطتين أساسية اللي هي نقطة الدحي في المدخل الغربي الشمالي الغربي للمدينة، وكذلك الشمالي الشرقي الغربي الشمالي للمدينة أيضا نقطة الحصيب. تعمل كل هذه النقاط على ضبط المخالفين وكل المخالفات الخارجة والخارجين على القانون في هذه النقاط. أيضا تعمل الشرطة العسكرية حاليا على حماية وحراسة 17 مؤسسة من مؤسسات الدولة الحالية في المناطق المحررة، كان آخرها منتزه زائد التي تم استلامه قبل يومين. الشرطة العسكرية قوة حية متواجدة على أرض الواقع، لدينا خطة أمنية فيما يخص إجازة العيد، وعملت الشرطة العسكرية على انتشار أمني واسع. الشرطة العسكرية هي جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية لحفظ أمن واستقرار المواطن التعزي إن شاء الله تعالى. نحن في العيد وفي تواجدكم الدائم الذي لا ايش نقول، لا غبار عليه، والكل يعرف انه موجوده الشرطه العسكريه، ما هي رسالتك للقياده السياسيه وخصوصا من اجل تحرير تعز؟ نتمنى من القياده السياسيه والعسكريه ايضا العليا النظرة الكريمة لمحافظة تعز، تعز التي قدمت العديد من الشهداء، تعز المحاصرة على مدار 4 سنوات إلى اليوم. لا نقول هناك تبذل جهود جبارة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة هناك خطة للتحرير إن شاء الله تعالى. تعز تستحق منا الكثير. تعز لابد، هناك اهتمام أيضا، مشكورين من كل من الأخ رئيس الحكومة بن دغر وكذلك الأخ رئيس الجمهورية، عقدت السلطة السياسية بممثلة بالأخ المشير عبد الرب منصور هذه خلال الأيام الفائتة العديد من اللقاءات مع القيادات العسكرية والأمنية في تعز، وذلك لمناقشة خطة التحرير القادم إن شاء الله. إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيكون هناك عمل مشترك من كل الوحدات العسكرية والأمنية في هذه المحافظة. إن شاء الله خلال الأيام القادمة أيضا سيكون هناك التحرير والتحرير المؤكد إن شاء الله تعالى لهذه المدينة.
فعلا تعز عانت 4 سنوات من حرب وحصار وايضا اختلالات امنيه، ولكن ظهرت الشرطه العسكريه. تكلم عن هذا الموضوع. الشرطه العسكريه هي جزء من هذا المجتمع، الشرطة العسكرية هي فصيل من فصائل المجتمع التعزي. حرصت الشرطة العسكرية كل الحرص على أن تكون تشكيلاتها وأفرادها وأركانها وقاداتها من جميع المناطق التعزية، حيث أن عمل الأخ قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري حرص جدا على أن يكون التمثيل لقيادة الشرطة العسكرية سواء الأركانات أو القيادة أو الأفراد أو السرايا من كل مناطق محافظة تعز. لن تجد يعني منصبين أو مكانين أو ركنين من منطقة واحدة، بل كانت حرص كل الحرص على أنها تشكل من كل محافظة تعز، وهذا أدى دوره وأدى النجاح الباهر لهذه المحافظة. كلا يكمل الآخر، كلا يعمل عن طريقته لاستيعاب كل المحافظة ويمثل كل الأطياف السياسية والعسكرية والمناطقية حتى لا تحسب على منطقة معينة أو جهة معينة أو فصيل معين. لذلك الشرطة العسكرية كلها من أبناء تعز، وهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وسنعمل جاهدين إن شاء الله تعالى على تحرير كل المناطق الغير محررة في هذه المدينة أو في هذه المحافظة، وسنعمل جاهدين وسنستمر في العمل إن شاء الله تعالى على تأمين كل المناطق المحررة بإذن الله تعالى، بالاشتراك مع إخواننا وزملائنا رفقاء الدرب والسلاح من الوحدات العسكرية والأمنية في هذه المدينة. أعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام والمواطن التعزي واليمني بألف خير سواء في الداخل أو في الخارج. نود أن نطمن المواطن التعزي بأننا في مواقعنا صامدون للتحرير ماضون إن شاء الله تعالى. سنعمل على ملاحقة كل الاختلالات الأمنية والخارجين عن القانون في هذه المدينة. لن نتراجع، لن نكل ولن نمل حتى يتحقق النصر والنصر المؤزر إن شاء الله لهذه المحافظة. كذلك أيضا سنستمر في الحملة الأمنية لملاحقة كل العناصر والاختلالات الأمنية التي إن شاء الله تعالى لدينا الخطة الكافية لضبط مثل هذه العناصر التعزي الخارجين عن القانون في هذه المدينة. كل عام وأنتم بخير. الشرطة العسكرية قوة حية متواجدة على أرض الواقع، أخرجها جمال الشميري إلى النور وصححها المواطن ورواه الواقع، فهي حديث صحيح حسن. ونحن في قناة عدن الفضائية نقول للشرطة العسكرية شكرا لكم لتواجدكم حتى في الأعياد. عيد اليمن، عيد اليمن، ما فيش مثيل في الزمن. عيد اليمن، عيد اليمن، ما فيش مثيل في الزمن. رغم المتاعب والمحن في قلبها العيد افتتن. رغم المتاعب والمحن في قلبنا العيد افتتح. فلا تقول للعيد مع العيد بالفرح اجتمع. فلا تقول للعيد مع العيد هو بيت السادة، مش وتقلب الوجع. العيد هو بيت السادة، مش وتقلب الوجع. عيد بخفة روح ويضحك المجروح، كل شي مسموح ملك وللأحزان. ألا وكل شي مسموح ألا ملك وللأحزان. I know you wonder how we're living under the circumstances, and you're hearing my heart says indeed. Live the moment and follow the voice, have some faith, have fun, celebrate and rejoice. Your life is gonna be a part of heaven as long as you're in your God. برد من اللي يزعجك والقلب خلي مفرجك. برد من اللي يزعجك والقلب خلي مفرجك. ادي علينا بالحالة حتى
حتى لو احنا نحرجك ابدي عليهم بالحالة والله حيحسن مخرج الله عيد قدسنا عيد خلي التناهي سلموا متلقيت وسامح الخلة أنا سلم ومتلقيت ألا وسامح الخلة وأطفالنا هم العيد. عيدك مبارك. علينا وعليه. كيف العيد معكِ؟ والله حب. تحب العيد؟ أكيد. يلا قولي لنا إيش اللي حابة تقوليه اليوم. أولاً أقول لأصحاب تعز وأطفال تعز كل عام وهم بألف خير، ونتمنى لهم كل حياة سعيدة، ولكن رغم الحصار والحرب لأننا أتينا لساحة الحرية لنعبر عن فرحتنا وسرورنا بالعيد، وإن شاء الله تنتصر تعز من أيدي الظلمة بأقرب وقت إن شاء الله. وإيش كمان حابة تقولي من شعر؟ وأحب أقول لمدينة الحبيبة تعز العز دق الياس ودومي رافعا للرأس يمين الله ما نئس ولا يمضي عليك بعض. برافو عليك. عيدك مبارك. ها؟ علينا وعليك. عيدك مبارك. علينا وعليك. كيف العيد معكم؟ الحمد لله تمام. العيد حلو. ايش حابة تقولي لنا اليوم في هذا العيد الجميل اللي من بين ركام الحرب؟ لازلنا رغم الحزن نفرح، ولازلنا نصنع من المستحيل إعجاز، ونبني من الضياع أمل، ونحن هنا اليوم في ساحة الحرية نعيش فرحة العيد وأجواءه، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا رب. عيدك مبارك. علينا وعليك. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. معك أنشودة حلوة زيك ولا حاجة؟ حاجة بس. اشتبه وسا. يلا جيبي الوسا. عيدك مبارك. علينا وعليك بالعافية. كيف العيد معكم؟ إن شاء الله يكون سعيد. إيش حابة تهني الناس؟ أقول أقدم لهم عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون يعني تأمل اليمن ترجع يعني تنتصر إن شاء الله، نصر بإذن الله يكون قريب. عيدك مبارك. علينا وعليك. عيدك مبارك. علينا وعليك بالخير والعافية إن شاء الله. كيف العيد معكم؟ الحمد لله بخير إن شاء الله مع الانتصارات إن شاء الله يا رب. إيش حابة تقولي للناس؟ كل الناس هني الشعب اليمني بحلول العيد الأضحى، وقل إن شاء الله يكون أول عيد وآخر عيد يعني بيكون مع الحرب، إن شاء الله ننتصر على الحروب كامل على الحوثيين والميليشيات. عيدك مبارك. علينا وعليك بالصحة والعافية. كيف العيد معاكي؟ تمام. إيش حابة تهني؟ أحب أهني أمي وأخواتي وأخواني وصديقاتي والشعب اليمني والقرحانة، وأتمني التوفيق إن شاء الله والنجاح والنصر إن شاء الله. نصر يا نصر. عيدك مبارك. عيدك مبارك. كل عام وأنت بخير. كيف العيد معكم؟ العيد هنا روعة بالساحة، نعبر عن فرحتنا ونصنع الابتسامة، ونجيب أطفالنا لهنا لأنه تعز محاصرة، فنجيبهم هنا يعني نرفه عليهم نخليهم يفرحوا بالعيد ويحسوا بالعيد إن شاء الله. عيدك مبارك. عيدك مبارك. عيدك مبارك. الحمد لله. علينا وعليك. كيف العيد؟ حلو. إيش الرسالة اللي معاك اليوم؟ العيد عيد العافية، عيد القيوب الدافية، الدورال بخمسمية وسبعين، وراتب بابا 40. عيدك مبارك. علينا وعليك. كيف العيد معاكي؟ مليح. يلا كيسمعين احنا نشوف ده حلوة منك. تذكري ذكرنا بانشودة يا بنات. انشودة. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
وكف المصطفى كالورد هادي. الله الله. شكرا لك حبيبتي، عيد مبارك. عيدك مبارك علينا وعليك، والخير وبركة. كيف العيد؟ حلو والله. عيلتي عقبي؟ ايه. ايش هذا من اشترى لك البدلة؟ ابي. ابوك؟ ايه. ايش عليك عقبني؟ جيبي ليها. يقول لك. يلا حبيبي كنا اسم الحين نشودة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي. يلا اسم. قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. عيدك مبارك. علينا عليك. كيفك؟ الحمد لله. كيف العيد معاكي؟ مليح. تعجبك العيد؟ ايوه. يلا كيعمل لنا نشودة. اني وردة بيضة شكلي جمال، يا محلى جماله شكلي امين، يا اطفال يا حلو اشربوا الحليب للصحة والقوة، اسألوا الطبيب اشرب على مهلة واشكر الإيمان، لا تنسى ربك أبدا ما تنسى، والحمد لله والشكر لله. الحمد لله. عيدك مبارك. عيد سعيد. عيدك مبارك. علينا وعليك. كيف العيد؟ حلو. حبي العيد؟ أيوة. شاد البدلة من اشترى لك هي؟ أبي. تعجبك؟ آه. من رحتي بالعيد؟ الحديقة. الحديقة؟ آه. يلا كيعمل لنا انشودة. عيد اليوم أحلى عيد، لازم ندخل عمر جديد، فرح يا قلب والفرحة تزيد. عيد. يلا عيدك مبارك. علينا وعليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيدك مبارك. علينا وعليك. كيف العيد معكي؟ حلو. ايش هذه البدله الحلوه هذه؟ من اشترى فيها؟ بابا. بابا؟ وين رحتي بالعيد؟ الحديقه. واليوم بتروحوا كمان الحديقه كل يوم طول العيد؟ ايش عليك. يلا كمان سمعنا احنا انشوده. يا ليلي ويا ليلى وش بيش تشكي ليش يما، وقالوا لي للا صيروا في قلبي اما، احب اطير اطير الفوق حبوا يقصوا لجناحي. كل عام وانتم بخير. وانت يلا. يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا، يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا، يا سعد عيني يوم طلعتك يا عيد، يشرح فؤادي شوف الاهل وكل الاقراب، اسج صوتي بك واغرد اناشيد، يا عيد يا بهجت حياتي انت الاطباب، يا عيد يا بهجت حياتي انت الاطباب، يا سعد عيني يوم طلعتك يا عيد، يا عيد يشرح فؤادي شوف الاهل وكل الاقراب، اسج صوتي بك واغرد اناشيد، يا عيد يا بهجت حياتي انت الاطباب، يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا، يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا، فيك التلاقي حب واشواق تزيد، فيك الهنا والسعد وعناق الاحباب، وفيك الطفل عيد يتذاته العيد، وفيك اللبس اليديد سنه باداب، وفيك اللبس اليديد سنه باداب، فيك التلاقي حب واشواق تزيد، فيك الهنا والسعد وعناق الاحباب، فيك الطفل عيد يتهدى تهل عيد، وفيك اللبس اليديد سنه باداب، يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا، يا عيد مرحبا بك يا عيد بك هلا. في العيد دائما يوجد هناك لمسة حانية من أجل مساعدة الناس الفقراء وخصوصا في تعز التي تعاني الحرب والحصار. عيدكم مبارك. كل سنة وانت طيبة إن شاء الله وعيدك مبارك. مؤسسة رسالتي دائما مبادرة وتساعد النساء الأرامل والمطلقات، ماذا تقوم اليوم في هذا في مشروع الأضاحي؟
تنفذ اليوم مؤسسة رسالتي تنمية المرأة توزيع الأضحية للأسر المتضررة وضمن قاعدة بيانات المؤسسة، حيث تستهدف المؤسسة النساء التي تعول سواء كانت أرملة أو مطلقة أو زوجها معاق، بتوزيع أضحية محاولة منا لرسم الابتسامة في هذا العيد المبارك والتخفيف عن الأسر. استهدفت المؤسسة ما يقارب حوالي 1000 أسرة مستهدفة في مديرية المدينة وكذلك في مديرية الشمايتين، محاولة منا لرسم الابتسامة على هذه الأسر. طبعا ما لاحظت انه خلال هذه اليومين في قبل العيد الأضحى معكم مشاريع، ما هي ابرز المشاريع اللي قمتم فيها؟ تم في خلال الأيام المباركة الأيام العشر تنفيذ عدة مشاريع لمؤسسة رسالتي لتنمية المرأة بتمويل من فاعلي خير، ونحن هنا نوجه لهم جزيل الشكر والتقدير لكل ما يقدمون لرسم الابتسامة وتخفيف المعاناة عن محافظة تعز، حيث تم تنفيذ إفطار صائم وتوزيع الثلوج وسقيا ماء للأسر في يوم عرفة، وكذلك مشروع الأضاحي الذي سيستمر بإذن الله تعالى لمدة خلال أيام التشريق. وبهذه المناسبة نحن نهنئ ونبارك للأمة العربية والإسلامية هذا العيد المجيد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود على محافظة تعز وعلى اليمن بأسرها بالخير واليمن والبركات، وأن تكون اليمن بإذن الله آمنة مستقرة. وعيدكم مبارك، كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. العيد الأضحى المبارك دائما تأتي الأيدي البيضاء لمساعدة والمساهمة من أجل مساعدة النساء، وخصوصا في هذه المؤسسة مؤسسة رسالتي تساعد النساء الأرامل والمطلقات. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش اليوم اللي تقوموا فيه؟ اليوم تنفذ مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة مشروع الأضاحي للعام 2018 لما يقارب 1000 أسرة من الأسر التي تعولها نساء، تم استهدافهم عبر إيش؟ تم استهدافهم عن طريق عملية مسح ميداني للأسر المتضررة والأسر التي تعولها نساء داخل المحافظة. نشكر فاعلين الخير الذين قدموا لنا، الذي قاموا بتقديم المساعدات لهذه الأسر والتخفيف من معاناتهم. فعلا مؤسسة رسالتي خلال هذه الفترة أقامت كثير من الأعمال الخيرية من أجل مساعدة نساء تعز وخصوصا الأرامل المطلقات. هذا جزء من الأنشطة اللي تقوموا فيها، ما هي أبرز الأنشطة اللي تقوموا فيها في مؤسسة رسالتي من أجل مساعدة النساء؟ تقوم مؤسسة رسالتي بعدد من الأنشطة التي تستهدف بها شريحة من المجتمع. هذه الشريحة من المجتمع عملت المؤسسة على توزيع عدد من السلال الغذائية في شهر المبارك، كما تقوم بتوزيع الوجبات الساخنة، وأيضا قامت مؤسسة رسالتي بعمل وجبة إفطار في يوم عرفة لعدد من الصائمين، ومنها الأنشطة أيضا مشاريع سقي الماء التي توزع لعدد من الحواري في داخل المدينة، وبرنامج لتأهيل النساء التي تعولها نساء، وبرنامج تمليك الأسر المنتجة، التمليك لهذه الأسر لعدد من المشاريع. فعلا مؤسسة رسالتي إنما نقول لكم الآن عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير. أعيادنا خير وبركة، وهذا هو جزء لا يتجزأ من مؤسسة رسالتي وجميع المؤسسات التي تقوم من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء تعز. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز. عيدكم مبارك. وعليكم علينا وعليكم إن شاء الله. إيش سوي اليوم هنا؟ أستلم لحمة. من فين؟ من مؤسسة رسالتي. إيش تقولي لهم؟ أقول لهم شكرا وجزاكم الله ألف خير. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. ولو ما وجدوا لو قبل انا ادري كيف نسوي اللحمه ومنين اشتقي لنا اللحمه. ليه؟ ما ادريش مني انا ولا معنا حدا ولا من شندي لنا ان شاء الله انهم ربي يجزيهم كل خير. ليش انت ارمله؟ ايه. كم معك واحد؟ معي اثنين. ما معيش احد يساعدني ولا معي حدا يندي لي. بهذا العيد هم الوحيدين اللي جابوا لك؟ هم الوحيدين والله. هذا البيت هذا اللحمه ما دخل بيتي غير هذه اللي تدخل بيتي. كل عام انت بخير. شكرا، وانت بخير ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لمؤسسة رسالتي، شكرا. الله يعطيهم العافيه ان شاء الله. وعلينا وعليك ان شاء الله. عيدك علشان يرتاح بالك، واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد. ودع احسانك ما هو جالك، عيدك علشان يرتاح بالك، واللي تمنيته
كنت بخيالك هني بالعيد والبسمة خليها تلالي وتسامح لو عندك غالي مواعيدك فرصة ولياليها أجمل مواعيد كفاية لم وكفاية جراح خلينا نعيش أجمل الأفراح لما نسامح بعضها نرتاح ونعيش العيد ودع أحزانك معي مفيش وزعلنا مفيش رغم جرحنا هنضحك ونعيش ونعيد أحبابنا معانا هلند العيد ودع أحزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح بالك واللي تمنيته بخيالك هني بالعيد ودع أحزانك ما هو جالك عيدك علشان يرتاح وعيدك فرصة ولياليها أجمل مواعيد يا ليلي يا 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 ليلي ليلي ليلي